أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك توجها جديدا في العلاقات القطرية المصرية ستفصح عنها الأيام المقبلة، مؤكدا أن نتائج المصالحة بين البلدين بدت نتائجها المباشرة والواضحة في إشارة إلى إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر. أوضح رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو أن بلاده لا ترى شرعية في تسلم السلطة عبر الانقلابات، معربا عن أمنيته بتفعيل القواعد الواجبة في دولة القانون بمصر واعتماد عملية سياسية تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية عندما سيتغير المشهد في العلاقات بين البلدين. أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وجود منهج استراتيجي تشاركي بين مختلف الأطراف في التصدي للإرهاب، على أن يكون للأزهر الشريف دور محوري في ذلك. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. في الفاصل كان يعني السيد السفير له وجهة نظر محددة ان المشاهد لازم يكون معانا في الصورة ان الوضع في ليبيا ليس يعني بمثل هذا التبسيط، هناك فصائل مختلفة موجودة على الأرض، للوصول إلى تسوية سياسية يجب أن يكون هناك اجتماع بكل هذه الفصائل. يعني نأخذ بقى وجهة نظر أو اتصال. يعني يحدث اتصال يأخذ في الاعتبار كافة القوى السياسية التي لا تحمل السلاح بوجه إرهابي ولا تحمل شعارات تعيد ليبيا إلى سنوات كثيرة إلى الوراء. أظن أن المبعوث الدولي المعين من قبل الأمم المتحدة توصل إلى شكل ما من أشكال الترتيب التحضير اللي يمكن أن يسفر عن شيء ما. المهم أن الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية تدعمه في هذا الإطار، بس الشروط ما تحاولش تحارب. نعم، يعني وقف إطلاق النار، دستور جديد، وهو لابد فن. أنا أتصور أن أول نقاط الحديث حول أي حل سياسي هيبتدي بالاتفاق مبدئيا على وقف إطلاق وقف العمليات القتالية سواء كانت الجوية أو البرية. طيب اليوم وزير الخارجية قد يكون يأتي في مرحلة من المراحل نحتاج فيه لمجموعة دولية تسمى قوات حفظ السلام، تسمى مراقبين دوليين للتحقق من مدى التزام كافة الأطراف بهذا الوقف للقتال اللي هيتفق عليه. طب انا سؤالي تحديدا في هذه النقطه سيد السفير، يعني وزير الخارجيه اليوم في مصر بيقول انه بيوافق على شروط المبعوث الاسباني الاممي، ولكن في نفس الوقت اليوم يكون هناك ضرب لمصراته. طب هل هناك تناقض ما بين القول والفعل؟ لا اولا اللي صرح التصريح وزير الخارجيه اللي بيقول احنا بنوافق على الشروط دي اللي هي وقف اطلاق النار، لم يجتمعوا او لم يسفر اتصالات المبعوث الدولي الى جمع الاطراف والتوقيع على ما يسمى بوقف القانوني والفعلي لاطلاق النار. يعني افهم من كده ان يوم 5 يناير اما يجتمعوا ان هم يعني المفروض ان دي تكون ان هي دي تكون الورقه اللي هيتفقوا عليها علشان وقف فوري لاطلاق النار ووضع الدستور او وقف على مراحل تحسب على خلال 3 ايام مثلا، وحكومه توافق وطني يكون فيها الخصوم موجودين، يعني اذا تبقى للتصريحات بتاعت المبعوث لازم تكون في حكومه انتقاليه او توافق وطني يظهر فيها بعض المختلفين مع الحكومه الحاليه بحيث يكونوا يعبروا عن أوسع قاعدة ممكنة من الشعب الليبي. وثلاثة بعد كده بناء المؤسسة العسكرية الليبية واستكمالها. ما احنا لابد أيضا أن نراعي أن جيشا ليبيا قد مزق من بعد حرب ما بعد ثورة 17 فبراير، مزقته الأطلنطي، مزقته ظروفه الداخلية، واتبر. يعني لابد من الاعتراف بأن الجيش الوطني الليبي يحتاج دعم ويحتاج مساندة ويحتاج تجميع بعض الفصائل العسكرية الموجودة في المنطقة الغربية، لابد أن تدمج في تقديري، ده رأيي أنا الشخصي وعارف الحياة الليبية لأن عشت فيها سفيرا لمصر هناك 4 سنوات، ثم عدت مبعوثا للحكومة المصرية إلى ليبيا بعد الثورة في محاولة لتلمس جوانب الخلاف ما بين حكومة القذافي في ذلك الوقت والمجلس الوطني الانتقالي. نعم. في بنغازي، وتقدمنا بأفكار مبدئية يبدو أن الدول كلها والمحيط الدولي كله بيعود تاني مرة أخرى إليها، بس بعد استهلاك 3 سنوات. يعني خسارة على إنسانية واقتصادية وبترولية، وخسارة
لأطراف الجوار وخسارة للقارة الأوروبية المتوقفة عن التعامل مع مشروعات الليبية. نعم. طيب دكتور سعيد، هل ترى أن مصر تسير في نفس هذا الاتجاه وهي يعني اتجاه المبعوث الأممي الإسباني، أم أن مصر لها وجهة نظر مختلفة؟ نعتقد أن تسير مع وجهة نظر هذه، خصوصا أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما التقى أيضا بوزير خارجية أسبانيا تحدث معه في هذا الشأن في شأن ليبيا، ونحن حريصون جدا على أن تكون الجبهة الغربية المتاخمة لنا ليبيا مستقرة، وإلا لأصبحت يعني مصدر قلق بالنسبة إلينا، نحن لا نهتم بليبيا فقط كليبيا باعتبارها عضو في الجامعة العربية، عضو في المنطقة العربية إلى آخره، ولكن لأننا أدركنا جيدا أن الأسلحة التي كانت في يد يعني إرهابي الفرافرة جاءت من ليبيا، إذا ليبيا أصبحت مصدر خطر بالنسبة لنا، وبالتالي لابد أن يرفع الجميع أيديهم عن ليبيا، لأننا لا نثق تماما في أي شخص يمكن أن يدخل ليبيا. منذ متى، أنا أسألك هذا السؤال، منذ متى دخل مبعوث أممي في سوريا في اليمن في مصر في فلسطين حتى هذه اللحظة وأتى بنتائج إيجابية؟ لم يحدث إطلاقا أي شيء، ولا أعتقد أن موضوع ليبيا يمكن أن يحل في خلال عام أو عامين أو ثلاثة، لا أعتقد، لأن التشرذم قائم والخلافات بينهم شديدة جدا. المهم كما نقول نحن في السياسة أن تتوفر إرادة سياسية لدى أبناء الوطن أنفسهم، وإلا لظل الأمر على ما هو عليه. نعم. أستاذ عبد الستار، نتحدث عن التسوية السياسية، ولكن هل من الممكن أن يكون هناك دعم مصري لليبيا يعني أكبر من ذلك؟ بالفعل في أكتوبر الماضي كان هناك حديث عن نزع سلاح الميليشيات الموجودة، كان هناك حديث عن تدريب عسكري من جانب مصر لقوات ليبيا، هل من الممكن أن يكون يعني أيضا المزيد خلال الفترة القادمة من جانب مصر؟ أعتقد أن بمرور الوقت سواء كانت الدول الإقليمية مثل مصر والجزائر وغيرها أو دول أوروبية على الضفة الأخرى من البحر المتوسط ترى أن الوضع في منتهى الخطورة ويشكل كابوس في المستقبل، لأن الميليشيات المسلحة والمتطرفون يزدادون قوة بمرور الوقت. كان ينبغي على دول الجوار وعلى المجتمع الدولي وعلى أوروبا أن تتخذ خطوات منذ وقت مبكر لمنع وكبح جماح هذه الميليشيات. هناك متطرفون عرب وأجانب يذهبون إلى موانئ ليبيا جهارا نهارا عبر سفن تمر في البحر المتوسط، هناك طائرات تقوم بشحن أسلحة ومقاتلين وتهبط في موانئ برية معروفة، موانئ جوية معروفة في مصراتة وقرب طرابلس وغيرها من دول معروفة ومحددة ومعروف خطوط سيرها. الإرهابيون أو المتطرفون في ليبيا يبدو أن أصبح لديهم في الوقت الحالي مستشارون أجانب يديرون العمليات العسكرية بطريقة يمكن أن تمثل ضغط على أوروبا في حال إيجاد البحث عن حل سياسي. قاموا خلال الشهر الماضي بتكثيف التنسيق مع جماعة تسمى جماعة أنصار الحق، كانت تعمل في شمال مالي وهربت من الضربات الفرنسية إلى جنوب ليبيا، وجمعت معها قوات أخرى من المتطرفين العرب والأجانب والليبيين، بالإضافة إلى جماعات من الإخوان تحت قيادة للأسف تنسيق جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا. هذه المجموعات حاولت أن تسيطر على حقلي الفيل والشرارة في جنوب ليبيا، وهذان الحقلان يمدان إيطاليا وبعض الدول الأوروبية بالغاز والبترول، وكان الهدف هو إغلاق هذا المورد من الجنوب وإزاحة العناصر التابعة للجيش الوطني الليبي من تلك المناطق من أجل خنق أوروبا وإجبارها على الاعتراف بهؤلاء المتطرفين. لكن مجموعات بسيطة من الجيش الوطني الليبي التي تفتقر إلى الكفاية من الأسلحة ومن الذخيرة تمكنت من إبعاد هؤلاء المتطرفين الخطيرين، ومنهم مختار بالمختار قائد التنظيمات المتشددة في شمال مالي وجنوب الجزائر يعمل في الجنوب الليبي. تمكنت هذه القوات البسيطة التابعة للجيش الوطني الليبي من منع هؤلاء المتطرفين من السيطرة على حقول الجنوب، ولهذا قام المخططون وبينهم أجانب بتوجيه قوات الميليشيات من فجر ليبيا وغيرها للسيطرة على حقول النفط في الوسط في الشمال لأنها قريبة، ولأن المنطقة هناك تعاني من الهشاشة بسبب عدم التنسيق بين قوات الجدران
المعروف الذي كان يريد أن يسيطر على النفط في تلك المنطقة، والجيش الوطني الليبي وباقي العناصر الفاعلة في ليبيا. سيد سفير، يعني نتحدث عن التسوية السياسية، ولكن تحديدا هل هناك احتياج لتدخل عسكري في ليبيا؟ حضرتك قريتي فكرتي اللي أنا بفكر فيها. الأفارقة اجتمعوا أخيرا في السنغال في داكار، بعض الدول الأفريقية أعضاء منظمة الأمن والتعاون في أفريقيا، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل عسكريا لحسم الموضوع عسكري ميدانيا. وأنا وأعتقد أن المؤسسات المصرية كلها والشعب المصري والمحبين للشعب الليبي كلهم يتذكرون المساوئ التي ترتبت على تدخل الأطلنطي في بداية الثورة الليبية، وأن كل ما حدث في الأرض الليبية من مزريات ومن فظائع ومن انتهاكات ومن تفرق الجوامع، المسائل الجامعة يعني بين الشعب الليبي وبعضه، كانت بسبب الضرب الأطلنطي. فلذلك الدعوة جاية على غير هوانا، على غير الهوى العربي والعروبي، وعلى غير مقتضى المنطق. هناك من يرى العكس يا سيادة السفير، بالعكس هناك من يرى أن هناك رغبة مصرية في التدخل وحسم الخلافات داخل عسكريا لا يمكن. عسكريا أنت تصريح السيد سامح شكري واضح، وتصريح الرئيس السيسي في بكين أو مع لقائه مع المندوب الإسبانيولي واضح النهاردة. بس أن التسوية السياسية وليست الحل العسكري هو الأمثل. طيب مصر أخذت خطوات يعني أكبر من المجتمع الدولي في مسألة مثلا الاتفاق في أكتوبر الماضي على نزع السلاح من الميليشيات، في مسألة تدريب بعض. ما كانش بيتم ده طرح مبادرة. مصري. طرح مصري بتقول أهم نقطة من بعد وقف إطلاق النار على طول نزع تجميع السلاح من القوات غير المؤهلة وتدريب قوات. هل من الممكن أن نعتبر ذلك أنها خطوات يعني أوسع من خطوات المجتمع الدولي؟ لا. ليبيا لمصر هي يعني استراتيجية، هي هامة جدا، ويعني المجتمع الدولي بيتدخل في سوريا. فالنقطة أدوات حضرتك إيه عشان تنفذي عملية جمع السلاح من غير ذوي الصفة؟ أدواتك هي لازم هتلجأ إلى ما يسمى بقوات دولية مراقبين ميدانيين يسموا مجموعة حفظ السلام أو مراقبة وقف إطلاق النار. هذه المجموعة ممكن تختاريهم من الدول الأفريقية، ممكن تختاريهم من دول إقليمية وعربية وأفريقية، ممكن تختاريهم من بعض الأطراف الأوروبية، إنما دول قوات مش مقاتلة، مش عملية طيران يحسم الموضوع ميدانيا. ده هم يجوا يراقبوا ما يتفق عليه بين الأطراف على وقف إطلاق النار وجمع السلاح وإعادة هيكلة. هل من الممكن أن نقول أن هناك رغبة مصرية يعني أن يكون هناك تدخل ولكن تحت مظلة دولية؟ اسمح لي أسعود بنفس هذا السؤال، ولكن تدخل بعد الفاصل. مش عفوا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود.